وجل نصر الله بإعطاء تعليماته الثانية. تصفت لي هادو قافات صاحب الجلالة رسالة رسالة صاحب الجلالة انا كنقول اخر كلام اللي غادي نقولو دابا غتقدر توقع مأساس انسانيه وكارثيه في هذا الشارع بحال اننا غادي نقدروا نطلعوا ندون تيبو من راس العماره ولا غادي نجيبو ليسون وغادي نحرقوا راسنا كرامتنا موتنا احسن من حياتنا وحنا كنحسوا بالذل في بلادنا قالوا لي شي وحدين طلقوا الناس كانوا شي عائلات هنا طلقوا شي وحدين ماتوا مطلقين كلماتو كاين اللي تشردوا كاين اللي مرضوا بالسرطانات بسبب هذا الهم الكحل كاين اللي مرضوا بالسرطانات راه غادي توقع مأساة وغنوصلوا للرأي العام غيوصل هادشي للرأي العام دابا بغينا غير نعرف شكون اللي كيحمي هاد السيد شكون اللي كيحمي هاد السيد ما تواصلوش معاه حاول تتواصل بالسلطات والو راه وصلنا كلشي ما حتى شي واحد ما خدا لينا شي حقنا انا راه تبعت لي البارطما ديالي بثلاث سنين كنتي مخلصه فلوس كمان مخلصه فلوس وتبعت ودابا وصلنا 70 بارطما مبيوعة جوج مرات شكون اللي كيحمي هاد السيد بغينا نعرفوا شكون اللي كيحمي هاد السيد بالنسبة لتي انا اش عطيتك الفلوس انايا عطيها 50 مليون جوج برطمات تيديني باليوم بغدا ولا مقيمه بالديار انا في كازا وكنجي لهنا وجيت لهاد المشروع قلنا ديال عمران وخدنا من عنده السلام عليكم هاد السيدة راه قهرنا رحنا فوق 30 يوم وحنا باركين هنا ليلا ونهارا وما عندناش فين نسكنوا راه حنا غير كاريين وانا جايه من الدار البيضاء وانا باركه دابا راه فوق 30 يوم وانا باركه هنا شحال دار الفلوس هاد الشيء شحال دار ها شحال عطيتي ديال الفلوس عطيتو سيدي جوج برطمات فيهم 50 مليون وعطيتهم كاش خلصاهم كاش وكيديني باليوم بغدا وكنجي من كازا حتى لمراكش اليوم غدا وتيديني كل هاد العام كل هاد العام الى دابا وجينا دابا وقفنا حتى جينا على ديورنا المتضررين الناس اللي شراو في هذا المشروع رغم اداء جميع التكاليف والقيام بجميع التراخيص لازلنا نتفاجأ بانه منذ 4 سنوات والمشروع او الاشطر اللي الناس شارين فيهم لازالت اراضي عاريه السلطات ما كتقومش بالدور ديالها في مراقبه عدم احترام هذا المقاول لدفتر التحملات وعدم الاداء او تسليم الشقق في المواعيد التي تم تحديدها بعد واحد التنسيق مع تدخل السلطات ودرنا مع واحد البروتوكول ديال اعاده انه يبدا المشروع ويسلم وفق واحد الجدوله جديده هو كيتملص من جميع الالتزامات اللي دارها مع السلطات وحاليا حنا الان راه كاين اللي واصل لسبع سنوات والناس باقي كيتسناو انه يسلموا الشقق ديالهم وكنتفاجئوا انه مؤخرا هناك عمليه اعاده البيع لنفس الشقق جوج مرات كاين اللي كيقول ثلاثه المرات ولكن ما هو عندنا حنا رسمي هو انه وصل انه اعاده ان كاينين جوج ديال الحالات انه الشقق تباعوا جوج المرات وهناك ناس انه مشاو مع استرجاع مسطره استرجاع الاموال وداروا تنازلات وما خداوش الاموال ديالهم كيعطيوهم لا تخدو شونج ما كيعطيش ان شيك سيرتيفي وهذا نوع من النصب والاحتيال وكيتملص من جميع الالتزامات اللي كتقترح عليه المؤسسات ديال الدوله
وحتى انا شيت من هذا المشروع بروجكت الغالي in 2020 but even though it started in 2017 and we still haven't received any houses. We just want help from anyone who's watching, anyone who's listening, the people in power to help the people who are left homeless and those abroad who have bought and invested in this project to come back to their country and are now unable to come back to their country. So if anyone's watching and anyone can help all these people, 600 plus families who are left without houses, then yeah, just spread the story as much as you can and get it to the right people, inshallah. But all we're hoping for is for everyone to have what they put their money in and have our money not stolen from us. Okay, thank you. الاول والاخير غادي يكون شاء الله بيا صاحب جلال ناصر الله بيعطى تعليمات ثانيه باسل مليك صاحب جلال ناصر الله لايجاد حل جذري ونهائي لهذا المشكل لان طرقنا جميع الابواب اذا مبقنا الى الباب ديالو وحنا رعايه صاحب جلاله دائما رعايه دائما الولاء والاخلاص الدائمين لصاحب الجلاله وللاسره الملكيه وحنا نعيش هنا في هذا البلد من الناس عاش الملك عاش الملك عاش الاسره الملكيه واللبس علي القلب علي القلب عاش الملك هنا تصوت لي هذوك عافاك رسالة لصاحب الجلالة رسالة رسالة